قمر الدين والخشاف من اهم المشروبات والحلويات الرمضانيه اللي دايما بتكون موجوده على مائده الافطار في رمضان، اتحولت بعدها لعادات وطقوس بتميز بيها الشهر الكريم، ومن سنين كتير الناس اتعودت انها تبقى دايما موجوده على مائده الافطار. خلينا نعرف التفاصيل اكتر في التقرير اللي جاي، ونعرف حكايه الخشاف وقمر الدين وارتباط المصريين بيه. يرتبط شهر رمضان المبارك في أذهان المصريين بالعديد من الطقوس الاجتماعية والدينية، حيث تتميز أيام شهر الصيام في مصر بالكثير من الطقوس المميزة التي دائماً ما تعطي للمحروسة طابعاً خاصاً بها خلال الشهر الكريم، ومنها قمر الدين والخشاف اللذان يعدان من أهم المشروبات الشعبية في الشهر الفضيل. مشروب قمر الدين عرف في بلاد الشام خلال القرن التاسع الهجري، ومنها انتقل إلى مصر وبلاد المغرب. وأصل قمر الدين من حيث تسميته يعود إلى قرية قمر الدين الشامية، ثم تغير الاسم ليكون قمر الدين. أما مشروب الخشاف فيعد من المشروبات الرمضانية الشهيرة التي لا تخلو مائدة إفطار من تواجده، وأغلب الروايات تؤكد أن المشروب أصله تركي أو فارسي، لكنه مزيج من حضارات بلدان قريبة جغرافياً من بعضها، فكلمة خشاف في اللغة التركية تعني التمر المنقوع، وفي الفارسية تنطق خوش أب، وتعني الشراب الحلو أو العصير. أما كلمة اليميش فهي مصرية الأصل، وتعود للعصر الفاطمي، وتعني الفاكهة المجففة. واعتاد المصريون تناول كوب خشاف مع أذان المغرب، حيث يتبركون بالبلح ويكسرون به صيامهم، ثم يتوجه لصلاة المغرب في المسجد.